فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توضأت ولما خرجت من مكان الوضوء شككت هل مسحت على الجورب أم لا، فلم أعد الوضوء وصليت، فهل فعلي هذا صحيح؟ يا أخي، الشك إذا جاء بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، أما إذا جاء أثناء العبادة فإنك تحتاط. نعم فضيلة الشيخ، إذا جاءك هذا في أثناء الوضوء فإنك تكمل ما شككت فيه، أما إذا قمت وصليت وأنت يغلب على أو تيقن أنك متوضي ثم تبين أن عليك نقص، فهذا فات في وقته ويعفو الله عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.